ولا ولا ما حدش يعمل صوت عشان في ناس بتتعالج فوق عندي في المكتب. ايوه شد شد. ايه ده يا ريتاش؟ ايه القرف اللي انت مهبباه ده؟ ايه؟ ما انا لسه مسيقت فوق ومسحت الحمامات واديني برتب اهو دلوقتي. اديني برتب اهو دلوقتي؟ وايه النجيله اللي على الارض دي؟ ايه كميات النجيله اللي في النادي دي؟ انا عمر النادي عندي ما كان فيه نجيله. بقول لك ايه؟ انت هتطلعي تسيقي النادي مرتين زي ما قلت لك بالظبط. هتشتغلي هتاكلي. شغل البلش ده خلاص ما بقاش موجود. انت هنا عشان تنظفي وبس. بعدين هجيب لك مصلحه حلوه. ايه؟ القهوه اللي جنبينا دي هتشطفي الكوبايات وتلمعي الترابيزات وتسيقي الدنيا كده وتخليها قمر وهيدوكي 70 جنيه اخر اليوم. انت 5 جنيه وانا 65 جنيه وكله بما يرضي الله. تمام؟ تمام. يوم الاثنين والخميس راحه. الملكه هسميكي هنا الملكه وانت ماشيه يا ملكه ينادوا عليكي يقولوا لك كده. هتلمعي سلالم العمارات اللي جنبينا كلها، ال 58 عماره اللي جنبينا كلها، تغسلي السلالم وتنضفي المناور كده وترجعي هنا الساعه 4 الفجر تنامي براحتك اليوم كله معاكي. ماشي حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا. ايوه منك لله يا سيد. حاجتك الاشكال الواطيه دي ايه؟ اشكال الايه؟ الاشكال الهندسيه. بحسب. ها يخسع الزمن يا كابتن. يا كابتن هتعوروا بعض. الزمن اللي يخلي الاخ يخسر عربية اخوه الكبير. وقال ايه؟ اعمل بلقمتك. ماشي. الشاي يا استاذ سيد. اسطى متشكرين يا مدام. حطيتيلي سكر؟ معلقتين ونص. متشكرين. الصينية اتفضلي وانا هاكلها. ايه ده؟ الريموت ده شكله غريب قوي. ها؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ كمان؟ لا الشاي يا استاذ سيد. الشاي؟ هو انت مش جبتي لي الشاي من شويه؟ انا لسه جايه سلامه عقلك. طيب حطيتي لي سكر؟ معلقتين ونص. طيب متشكر جدا. الصينيه كنت متاكد. يا نهار اسود. ايه ده؟ نجرب تاني. ها؟ ايه ده؟ انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا نهار اسود، نهار اسود. ايه ده هو ده؟ الشاي يا استاذ سيد. شكرا. حطيتي لي سكر؟ معلقتين ونص. طيب متشكر. الصينية طبعا. طب بقول لك ايه؟ معلش معلش يا وفاء، ممكن اجرب بس حاجه كده وما تزعليش مني؟ خير يا استاذ سيد. غوري من وشي دلوقتي حالا بدل ما اديكي بالجزمه. انت اتجننت يا راجل انت؟ لا ما يغركش، ده انا ممكن الشاي يا استاذ سيد. هو انت مش زعلانه مني يا وفاء؟ ليه يا استاذ سيد؟ يعني عشان شتمتك وكده. وانت عمرك شتمتني، ده انت عمري ما طلعت منك اللعيبه وراجل سكره مش زي كابتن فخر. يعني انا عمري ما شتمتك؟ ابدا يا استاذ سيد. متشكر قوي يا وفاء. خدي الصينيه خليها معاكي.